بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنتمنى الجميع يكون لاباس. فيديو جديد، وهذا تحت طلب العديد من الإخوان والأخوات. الفيديو كيوثق طريقة الأكل عند القطط الصغيرة. لاحظت واحد الملاحظة عند القطط، ملي كتبغي تاكل سبحان الله كتغلق العيون ديالها، ولهذا بغيت نشارك معكم هذه المعلومة، ولهذا عملتهم في هذا الموضع يعني عالي شوية باش يظهروا لكم كيفاش كيسدوا عينهم من كيبغي ياكلوا. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تدعموا المقطع باللايك، واللي ما مشتركش في القناه يشرفنا انه ينضم للعائله ديالنا، قناه علاجنا بين ايدينا، وشكرا للجميع. كيف ما كتلاحظوا القطط سبحان الله من كتبغي تاكل كتسد عينها وكتاكل، وسبحان الله القطط عندها بزاف الحاجات غريبين. لاحظتهم انا مني تبنيت هاد القطط، لاحظت بان القطط عندهم شي حاجات غريبين، لا في الاكل ديالهم، لا في النوم ديالهم، لا في الحركه ديالهم، سبحان الله حتى الروتين ديالهم. كي كيفيقوا القطط كياكلوا، كيدخلوا الحمام، كيلعبوا واحد شويه، كيرجعوا ينعسوا. سبحان الله طريقه صراحه غير النظره في القطط، سبحان الله والله دواء نفسي. كنتمنى اللي ما عندوش القطه في الدار يتبنى قطه في الدار، وغتشوفوا واحد الراحه نفسيه، واحد الاحساس صراحه غريب، وغيزرع لكم السعاده في الدار، وحتى الدار اللي كانت بالابيض والاسود سبحان الله كانها كتلون بالالوان. ولهذا واللي ما قدرش يتبنى القطه ديالو في الدار ممكن تبنى قطه في الشارع، يعني ممكن تعطيه بقايا الطعام. ما تنساوش القطط ديال الشوارع دائما بقايا الطعام، ما ترموهمش في النفايات، خبعوهم للقطط وعطوهم لهم حتى صندوق النفايات او في الشارع هكذا. لا تنسوا معاشر الأحبة الكرام، القطط من أطهر الحيوانات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الماء الذي تشرب منها القطط، وكان يقول إن القطط ليست بنجس وإنما هي من الطوافين والطوافات. لهذا لا تنسوا القطط في من طعامكم حتى ولو من بقايا الطعام. والله احنا في المغرب الخير موجود، ولكن الناس ما كيعرفوش يرميو، كيعرفوا غير يرميو الطعام في صندوق النفايات، وهذا غلط كبير. لهذا انصح الجميع ان يتركوا بقايا الطعام بجانب صندوق النفايات لكي تاكلوا منه القطط، والله لا يضيع اجر المحسنين. الفيديو كيوثق طريقة الأكل وطريقة النوم عند القطط. سبحان الله القطط من كتاكل كتنعس، وصورت لكم القطط كيفاش كتنعس، وسبحان الله القطط لا نعست اليوم في واحد المكان، الغد ليه ما كتنعسش في نفس المكان، دايما هي خاصة تبدل. واخا انت تعمل لها المكان ديالها وتفرشو لها وتجيب لها أي حاجة، هي لا، خاصة تختار هي المكان اللي يعجبها هي واللي غترتاح فيه. سبحان الله هذه غريزه في القطط، رغم اني كنحاول نعمل لهم مكان ديالهم الا انهم كيبغوا يبدلوا، يعني كل نهار كينعسوا في مكان، ربما ينعسوا في مكان فيه غير سنتيمات، ويخلوا المكان اللي وجدت لهم فيه مترات. وثاني حاجه القطط ما كتحملش الماء، يعني القطط ما كتبغيش يدوش دائما او تغسل لها دائما. قطه لا غسلتي لها واحد مره في الشهر كثير عليها، لان القطط سبحان الله هما كينظفوا راسهم براسهم، يعني النظافه ديالهم في اللسان ديالهم سبحان الله، اللسان ديالهم بحال المشطه. مين كنعمل انا فرماج ولا جبن كنبغي نعطيه للقطط كنوكلهم بيدي، حيت هما باقيين صغار كنحس بان اللسان ديالهم بحال شي مشطه، بحال شي حاجه حرشه، ماشي رطبه، يعني اللسان ديالهم ماشي بحال اللسان ديال الانسان، يعني كنحس بيه بحال شي مشطه، بحال شي هذا. لهذا كيمشطوا دائما هما الشعر ديالهم وكينظفوا راسهم براسهم. لهذا ما تكثر لهمش الماء بزاف، لان الماء الا غسلتي لهم وما نشفوش مزيان كيتكون فيهم بكتيريا او فطريات. كما ان القطط خاصها دائما تهويه، يعني خاصها دائما الشمس او تخرجها شويه، واخا حنا دابا في الحجر الصحي ما كاين لا خرج لا والو، ولكن ضروري واخا توقف غير في السرجن بحال هكا، يعني خاصها التهويه باش ما يتكونوش فيهم بكتيريا، حيت الحيوانات ماشي بحال الانسان. سبحان الله سبحان الله القطط اليفه وولافه، سبحان الله دغيا كتولفها وهي كتولفك. واحسن حاجه في القطط انا هي كتعجبني، احسن حاجه في القطط هي ملي كنفيق مع الصباح وكنفتح البيت وكنخرج كيتلاقاو لي كاملين كاملين، واخا كيكونوا ناعسين غير كيسمعوني فتحت الباب كيدخلوا كاملين يمشيو عندي، بحال كيخصهم ياكلوا، خصهم يفطروا، كنعطيهم يفطروا ونعطيهم الماء، يعني وكتحس بحال كتعمل واحد، سبحان الله كتحس بواحد السعاده ملي كتحس بهم محتاجين لك، ومن كياكلوا كتبقى تشوف فيهم، من كيبداو ياكلوا كنبقى نشوف فيهم ونقول سبحان الله. سبحان الله احنا في هذه الدنيا خاص دائما يوميا نخليو البصمه ديالنا، واخا توكل غير قطه كتحس بانك عملتي واحد البصمه ديالك في هذا النهار وفي هذه الحياه.